أحسن الله إليكم، وهذا سائل يسأل عن هذه الآية نفسها، هل الشرك الأصغر مثل الرياء في قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك؟ نعم، الشرك الأصغر مثل الرياء. الرياء من أنواع الشرك الأصغر، وهو يحبط العمل الذي وقع فيه. العمل الذي فيه رياء هذا لا يقبله الله، عمل باطل، لكنه لا يخرج من الدين، وأعماله الأخرى ما تبطل، إنما يبطل العمل الذي وقع فيه الرياء خاصة.